رادوي حياني كرة والهامسن على الأقل جول بيلعبها في المرمى بعد ما فات الفوت يا ويلي. تأخر كثير يا ويلي تأخر كثير يا ويلي. 2-1 كان ممكن يعدل المباراة. رفشان أرمتوف يبدو أنه صفر واعلى نهاية المباراة في دقيقة ونص. الهلال قدم شيء لم يقدمه في 93 دقيقة في دقيقة ونص، لكنها ما كفت. هارد لك يا هلال.